الجنائية الدولية تطلب اعتقال نتنياهو وجالانت بسبب جرائمهما في غزة، وقيادات الإسرائيلية تتوافق على رفضه وتصفه بالكارثي. حماس تقول إن قرار الجنائية الدولية بحق ثلاثة من قادتها يساوي بين الضحية والجلاد، ويشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة. إيران تحدد موعد انتخابات الرئاسة في 28 من الشهر المقبل بعد رحيل رئيسي في حادث تحطم مروحيته. عقب مداولات ونقاشات قانونية متعلقة بالحرب على غزة والانتهاكات الإنسانية وجرائم الإبادة الإسرائيلية، تخرج المحكمة الجنائية الدولية بجملة من القرارات ذات العلاقة، حيث تطلب المحكمة اعتقال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالانت بسبب جرائمهما في غزة. مدعي عام المحكمة كريم خان أشار إلى أنه استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبه وتم فحصها، تظهر الأسباب المعقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من 8 من تشرين أول الماضي 2023 على الأقل. كما تشمل الجرائم وفق المدعي العام تجويع المدنيين باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية وأفعالا لا إنسانية أخرى. رد الفعل الإسرائيلي على قرارات المحكمة جاء من جميع الأطراف متوافقة كانت أم على خلاف، حيث توافق جانس وبن غفير ولبيد على رفض القرار. فالأول يصف القرار بأنه جريمة ذات أبعاد تاريخية، والثاني يطلب نتنياهو وجالانت بتجاهله، أما الثالث فيقول إنه كارثة. قرارات المحكمة شملت كذلك حركة حماس، حيث قال المدعي العام كريم خان أن هناك أسباب معقولة للاعتقاد أن كل من رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار والقائد العسكري للقسام محمد الضيف ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنيه مسؤولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، لتصف الحركة ما جاء على لسانه أي خان بأنه مساواة بين الضحية والجلاد، بل يشجع إسرائيل على الاستمرار في حرب الإبادة. حول هذا الموضوع رحب ضيوفي من رام الله المحلل السياسي جهاد حرب، ضيفي من القدس أستاذ القانون الدولي الدكتور منير نسيبه، ومن الناصرة المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور سهيل دياب. أهلا بكم جميعا. دكتور منير، سأبدأ معك كقانوني. تابعت المؤتمر لكريم خان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، فما هي من وجهة نظرك القانونية أبرز الملاحظات التي جاءت على لسان كريم خان وما يمكن تسجيله في هذا الإطار؟ يعني عبر كريم خان من خلال مؤتمره الصحفي بأنه في هذه الأيام يقوم بتوجيه مذكرات اعتقال إلى مجموعة من الأفراد، جزء منهم إسرائيليين، نتنياهو وجالانت، وهما يعني من رؤوس الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام ومن المسؤولين عن مجموعة كبيرة من الجرائم. وجه لهم مجموعة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أيضا،
يعني وجه لهم هذه التهم، وهي تهم يستحقونها بسهولة وبوضوح بعد جميع ما شهده العالم من جرائم، وحتى بعد تحذيراته هو لهم خلال الفترة الماضية، حيث كان قد أخبرهم من خلال تصريحاته السابقة بأنه يجهز بأنه يحقق في هذه الجرائم، مثلا جريمة التجويع كجريمة حرب للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. حذرهم في الماضي من معبر رفح ومن القاهرة وأيضا من لاهاي بأنه يحقق في هذه الجريمة، وأن عليهم أن يغيروا من سلوكهم، ولكنهم أبوا واستمروا في نفس الأفعال التي من خلالها قرروا أن يجوعوا ويعطشوا شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. بالتالي ذكر مجموعة من الجرائم، منها جريمة الإبادة، وهنا ليس الإبادة الجماعية بمعنى جينوسايد باللغة الإنجليزية، بل الإبادة بمعنى extermination، وهي عبارة عن جريمة ضد الإنسانية، يعني تشمل القتل الواسع لمجموعة كبيرة من السكان، وأيضا يعني ربط ذلك بالتجويع كأحد الطرق لإنفاذه. هذا كان جزء، يعني ربما توقعنا صراحة أن تكون الموجة الأولى من الجرائم التي سيتهم بها مجرمون إسرائيليون أوسع من هذه، ليس فقط رئيس الوزراء ووزير الدفاع، على الرغم من أهمية توجيه مذكرات اعتقال بحقهما، إلا أننا توقعنا ربما أن تكون أكبر وأشمل بسبب وجود الكثير من الأدلة. تطرق إلى الأدلة التي تستخدم لإدانة أو لاتهام هذين الشخصين، وأتوقع يعني أنه من السهل للمدعي العام الحصول على هذه الأدلة. أيضا يعني في نفس اليوم وجه المدعي العام أيضا مذكرات أو طلبات لمذكرات اعتقال للمحكمة أيضا لثلاثة فلسطينيين، وهم من قادة حماس، وهي إحدى يعني فصائل المقاومة الفلسطينية. وربما كان هذا متوقعا، وخصوصا بسبب الأسلوب الذي نهج عليه كريم خان في الماضي في الحديث عن فلسطين. حاول دائما إذا قرر أن ينتقد الإسرائيليين أن يقرن ذلك بانتقادات لاذعة للمقاومة الفلسطينية. أعتقد أنه يحاول أن يوازن بشكل أو بآخر ليتجنب الاتهامات، ولكن الاتهامات التي وجهها في بعض الأحوال الأحيان كانت متوقعة، مثلا موضوع الرهائن كان متوقعا، ولكن في أحيان أخرى لا أفهم صراحة كيف يبنيه، وما هي الأدلة التي يستند عليها، ومن أين حصل على هذه الأدلة. مثلا تحدث عن الاغتصاب، فلو سلمنا فعلا أن هنالك حالات اغتصاب، وهذا يعني ليس واضحا بالنسبة لنا من خلال ما يعني وصلنا وقرأناه في الأشهر الماضية، ولكن لو سلمنا أن لديه ما يكفي من الأدلة، كيف ينسب هذه الجرائم للأشخاص الثلاثة الذين يتهمهم، يعني السنوار والضيف وهنية، كيف وصل إلى أن ينسب هذه الجرائم لهؤلاء الأشخاص؟ هذا سؤال أتساءله. أيضا جرائم مثل الإبادة، وهي جريمة يعني كبيرة وضخمة، ونحن نتحدث عن أفعال ليوم واحد فقط، يعني 7 أكتوبر فقط، كيف توصل إلى أن هنالك أيضا إبادة extermination، وهي نفس يعني الجريمة التي اتهم بها جالنت نعم، فكيف وصل إلى هذه أولا إلى أن يستنتج هذا الاستنتاج، وثانيا يربط بين الأشخاص الثلاثة الفلسطينيين وهذه الجريمة؟ أعتقد أنه يعني توسع كثيرا، أولا في أنواع الجرائم التي نسبها، ولكن أيضا ربما في
محاولة أن الربط بين الأشخاص وبين الجرائم التي يدعيها هنا، أعتقد أنها طيب سأعود إليك دكتور منير، دكتور منير سأعود إليك بمزيد أو لمزيد من النقاش هنا. دكتور أستاذ جهاد حرب رام الله، كيف يجب التعامل مع تحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالاتهامات التي وجهت إلى 3 من قادة حماس؟ حماس ردت بأن ما جاء على لسان كريم خان سوى بين الضحية والجلاد، بين القاتل والقتيل. أولا دعني أقول بأن هذه ما زالت خطوة، هي طلب إلى المحكمة التمهيدية، ولا يعني أن فيها أمر اعتقال أو جلب للقيادات الثلاث أو لقادة إسرائيل. وهذا في ظني نحتاج إلى النظر أو الانتظار لما ستقرره المحكمة التمهيدية في هذا الأمر، وهل سيصبح هذا الطلب فعالا أم لا. هذا من جهة. من جهة أخرى، الانتماء أو العضوية في محكمة الجنايات الدولية لديها أيضا هي كسيف من حدين، يمكن أن يكون هناك أضرار للفلسطينيين، لكن ما ذهبت إليه أو ما ذهب إليه المدعي العام كريم خان هو محاولة للموازنة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكأن وهو لم يأخذ بمبدأ النسبية، النسبة والتناسب ما قامت به إسرائيل من جرائم متعددة. ثانيا، أعتقد أن كريم خان شعر بالضغط الهائل عليه من قبل جميع الأطراف للذهاب للطلب بإصدار أوامر اعتقال لقادة إسرائيل، لأنها بات مكشوفا في الوقت الذي أصدر أوامر اعتقال في الأسبوع الأول للحرب الروسية الأوكرانية. هنا انتظر أكثر من 7 أشهر للقيام بذلك، واقتصر على رئيس الحكومة ووزير الجيش، وكنا نعتقد أن هناك قائمة كبيرة كما قال الضيف قبل قليل من العسكريين والسياسيين الإسرائيليين. ثانيا، تجنب مسألة الضفة الغربية. أيضا الاستيطان هي جريمة حرب موصوفة في ميثاق روما، وبالتالي لم يتطرق إلى ذلك. أعتقد أن ما يتعلق بالقادة الثلاث من حركة حماس، هذا إذا ما تم فعلا إصدار أوامر يحتاج إلى نضال واسع وكبير، لكن هناك نقطة إيجابية ربما في هذا القرار، على الرغم من مساواة الضحية بالجلاد، أن كريم خان لم يقول أن حركة حماس حركة إرهابية، على الرغم من الانطباع العام داخل دول الاتحاد الأوروبي أو في النظام الرسمي الأوروبي حول ذلك. لذلك أعتقد ما زال مبكرا الحديث عن النتائج، إنما هذه خطوة أعتقد أنها خطوة تاريخية ومهمة للمرة الأولى من القادة الغربيين أو ما يوصف بالغربيين يمكن أن يحاكم محكمة الجنايات الدولية في تاريخها. ثانيا، أن هذه الخطوة قد تشكل رفع الحصانة عن إسرائيل باعتبارها محمية وتفلت من العقاب دائما نتيجة حماية الولايات المتحدة الأمريكية لها. هنا في هذه المحكمة، على الرغم من الضغوطات التي جرت من قبل أعضاء في الكونغرس الأمريكي والتهديدات المختلفة، بدأت تتحرك وإن كانت متأخرة، لكن هذه الخطوة تحتاج إلى نضال واسع وكبير وضغط فلسطيني كبير ومن حلفائه، خاصة من شبكة المحامين والحقوقيين الذين يعملون بشكل واسع وكبير لمناهضة إسرائيل أو لتجريم إسرائيل في هذه المحكمة. طيب دكتور سهيل دياب من الناصرة، جن جنون إسرائيل على الفور وتضامن الجميع مع بنيامين نتنياهو، مع جالانت، مع صورة إسرائيل المزعومة، وتقرر تشكيل غرفة حرب، ما الذي يعنيه ذلك يا دكتور سهيل؟ تحياتي لك بداية ولضيفك الكريمين. هذا القرار هو قرار غير مسبوق، وبعيدا عن النقاش بعديد من القضايا و تفاصيل هذا الحديث الذي أجراه كريم خان حول إصدار الأوامر والملاحظات الكثيرة التي من الممكن أن تكون على مثل هذا الإعلان، ولكن بالأساس هذا قرار غير مسبوق. لأول مرة تدان دولة إسرائيل منذ 76 عام
ويدان الجلاد والقادة الإسرائيليين ويجرجرون إلى المحاكم الدولية. هذا أمر يعني نزل من حيث ردود الفعل على النخب الإسرائيلية ليس فقط كالصاعقة والكارثة، وإنما هناك من وصفه هذا زلزال بدرجة 10 ريختر على الخارطة السياسية وعلى الحياة والمجتمع الإسرائيلي. فلذلك المسألة مسألة يعني كبيرة ومهمة وغير مسبوقة، وعلينا أن نرى أن الأمر الأساسي بهذا الإعلان هو أن هذا القرار ذاهب باتجاه إصدار أوامر ضد نتنياهو وجالانت، وهذا لن يتوقف عند هذا الحد لاحقا. ولكن صحيح أن هناك من الناحية الثانية شبه إجماع في النخب الإسرائيلية أنها وقفت ضد المدعي العام وبدأت تتهمه باتهامات كبيرة بما في ذلك معاداة السامية وكل ما يسمى القاموس السياسي الذي تستعمله القيادات الإسرائيلية مقابل كل من يتجرأ ويقول كلمة أخرى لا تريد أن تسمعها إسرائيل. ولكن مع هذا علي أن أشير إلى عدد من الأمور الجديدة المتعلقة بالرد الإسرائيلي وتحت الستار، وكأن هنالك إجماع بالمجتمع الإسرائيلي ضد هذا التوجه. الوضع ليس كذلك، وذلك لثلاثة أسباب. السبب الأول هو أن مجرد قيام مظاهرة اليوم كبيرة وتطالب بإقالة نتنياهو بنفس اليوم الذي صدر مثل هذا البيان وهذا اتجاه اتخاذ هذا القرار بإصدار أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت، يقول الكثير الكثير حول الوعي الجمعي للمجتمع الإسرائيلي بعدم ثقته بنتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. وبعيدا عن الأسباب لذلك هذا الأمر، وممكن فصلناها بعدد من اللقاءات السابقة، ولكن هذا اليوم كان عنيفا من حيث المظاهرات واعتقل العديد من المتظاهرين في القدس. المطالبة الأساسية أنه لا يمكن التقدم بأي شيء بإسرائيل بوجود نتنياهو وحكومته، وبدون إقالة نتنياهو من غير الممكن التقدم لا بصفقة تبادل أسرى ولا بأي شيء ثاني. الأمر الثاني والمهم الذي علينا أن نراه أن الجمهور لا يربط بين إدانة نتنياهو وجالانت وبين إهانة أو ضرب الدولة الإسرائيلية العميقة. هم يقولون أن نتنياهو هو الذي أوصل إسرائيل إلى هذه العزلة، نتنياهو وحكومته هم الذين أوصلوا كره الجميع للدولة الإسرائيلية ولأعمال الدولة الإسرائيلية. وهم يقولون أن نتنياهو، وهذا الأمر الثالث، ليس فقط مطلوبا دوليا وإنما هو مطلوبا للعدالة الإسرائيلية بأربع ملفات فساد قبل أن يكون مطلوبا في العدالة الدولية. لماذا أقول هذه الأمور؟ أقول هذه الأمور أن ما يظهر حتى الآن من حيث التصريحات للنخب السياسية بإسرائيل وكأن الأمر متعلق بيعني كرامة الدولة ووحدتها وما إلى ذلك، وهذا أمر يعني مفهوم بالسياسة الإسرائيلية. ولكن العميق العميق والتحركات للمؤثرين والإعلاميين في العديد من المقالات قبل هذا الإعلان وتحضيرا لهذا الإعلان، لأن هذا الإعلان كان متوقعا منذ أكثر من شهر أن يصدر، وبدأت المقالات المختلفة بأن نتنياهو أوصل إسرائيل إلى الهاوية، خرب العلاقة مع الولايات المتحدة، خرب العلاقة مع الدول العربية المجاورة، خرب العلاقة مع الذين أقمنا معهم اتفاقيات سابقة. فلذلك برأيي أن الأمور القادمة ستتعمق في إبداء عدم الثقة بنتنياهو وتحميله أيضا مسؤولية كيف ينظر العالم بما في ذلك محاكم الدولية نحو تصرفات نتنياهو وحكومته وما تقوم به إسرائيل في العدوان على قطاع غزة. نعم. طيب دكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، ماذا بعد ذلك؟
ما الذي سيتقرر؟ كيف ستسير الأمور بالذهاب إلى المحكمة التمهيدية؟ وكم سيلزم من وقت لصدور مذكرات اعتقال؟ الآن يجب على القضاة في محكمة الجنايات الدولية أن يراجعوا طلبات المدعي العام للمحكمة بحق الخمس أشخاص الذين طلب أن تصدر بحقهم مذكرات اعتقال رسمية من قبل المحكمة، وبعد ذلك ستصدر، يعني هنالك أكثر من احتمال، احتمال أن تصدر بحق الجميع، وذلك بعد أن يراجع القضاء الأدلة وينظرون إلى التهم المنسوبة إلى سواء المتهمين الإسرائيليين أو الفلسطينيين في هذه الحالة، ثم إما أن يؤكدوا ويسمحوا بإصدار هذه المذكرات أو أن يعدلوا من ذلك ويصدروا بعضها ولا يصدروا بعضها أو غير ذلك. ولكن برأيي أنا المتوقع بشكل عام، على الرغم من يعني عدم معرفتي بالأدلة التي ربما يكون كما ذكرت سابقا يستخدمها المدعي العام ضد القادة الفلسطينيين من حركة حماس، إلا أن يعني أعتقد أن يعني عبء الإثبات في هذه اللحظة هو ليس عاليا جدا، هو يحتاج أن يظهر أن هنالك ما يكفي من المعلومات التي تنسب إلى أفراد معينين حتى يقدموا إلى المحاكمة، وبعد هذه الخطوة ستصبح هذه يعني مذكرات الاعتقال سارية المفعول. في تلك اللحظة ستبلغ بها جميع الدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية، وبالتالي ستصبح هذه الدول من المتوقع منها قانونيا أن تقوم باعتقال أي شخص يصل إلى أراضي هذه الدول قد صدرت بحقه مذكرة اعتقال. بالتالي سيكون من المطلوب من جميع هذه الدول أن تعتقل هؤلاء الأفراد وأن تسلمهم ليحاكموا في محكمة الجنايات الدولية. وبالتالي قد يكون يعني هنالك الكثير من الأفراد في الماضي الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال ولكنهم لم يحاكموا، لأن المحكمة، محكمة الجنايات الدولية، لا تحاكم أي شخص بدون أن يكون حاضرا أمام المحكمة، بدون يعني لا تحاكم غيابيا، هي يعني تحاكم فقط وجاهة. نعم، لا تصدر أحكام غيابية. وبالتالي علينا الانتظار في تلك اللحظة حتى يتم اعتقال مثلا نتنياهو أو جالنت، حتى نراهم يحاكمون ويساءلون أمام هذه المحكمة. طيب أستاذ جهاد بحرب، إذا كان هذا القرار يوصف بأنه قرار غير مسبوق كما قال الدكتور سهيل، وذكر ذلك كثيرون اليوم في تعليقهم على ما طلبه المدعي العام، هل يجب النظر إليه بأنه فرصة يجب أن لا تفوت لمحاسبة إسرائيل حتى لو كانت فيها أو وقعت فيها أضرار للجانب الفلسطيني؟ نحن قلنا خطوة تاريخية ومهمة ينبغي التمسك بها لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وليشعر الإسرائيليون أيضا بأن بلعنة نتنياهو على اليهود وعلى الدولة الإسرائيلية. هذا ما جناه نتنياهو في حربه المستمرة ليس فقط من 7 أكتوبر، بل على مدار أكثر من 30 عاما. ونتنياهو هو الذي عطل إمكانية الوصول لسلام ومارس جميع أدوات القمع ضد الفلسطينيين وخنقهم، وبالتالي نتنياهو هو الذي يتحمل المسؤولية الشاملة في هذا الأمر. لذلك أعتقد أن على الفلسطينيين أن يساهموا بشكل واع وكبير في استمرار هذه الإجراءات حتى يتمكن المجتمع الدولي والمحكمة الجنايات الدولية من محاكمة نتنياهو وأعضاء حكومته. وكما قال قبل قليل دكتور إنسيبي أن الأدلة والبينات على ما يبدو بالنسبة للقادة الفلسطينيين ضعيفة حتى الآن، لكن نحن نقول كما قال كريم خان أن هناك أدلة معقولة
يمكن أن تنظر فيها المحكمة الابتدائية. هذا من جهة. من جهة أخرى، على ما يبدو أيضا أن المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية يدرك تماما بأن محكمة العدل الدولية قد تقرر أو تصدر قرارا بأن إسرائيل خرقت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، وبالتالي سيكون هو متأخر كثيرا عن محكمة العدل الدولية، لذلك ذهب في هذه الفترة للقول أنه يقدم طلب أن لديه أدلة معقولة على وجود جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بها بالجرائم المتعددة. جرائم الحرب هي 26 جريمة منصوص عليها في ميثاق روما، وكذلك عدد آخر من جرائم ضد الإنسانية منصوص عليها في ميثاق روما، وهو المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية. لذلك هذا يوم تاريخي ينبغي التمسك به، وحتى وإن لم تحاكم إسرائيل، يحاكم رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الجيش أمام هذه المحكمة، وأن تنصلوا أو لم تستطع جلبهم إليها، هذا يعني منع إمكانية الحصانة لإسرائيل. لم تعد إسرائيل يمكن أن تفلت من العقاب، وهذا تحول نوعي في طريقة تعامل المؤسسات الدولية والمؤسسات القضائية الدولية مع إسرائيل، وسيشجع أطراف متعددة لمحاكمة إسرائيل سواء أمام المحاكم الدولية أو أمام المحاكم الوطنية. وكلما كانت هناك قرارات من قبل محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية اتجاه إسرائيل وقادتها، هذا سيفعل بشكل واسع وكبير النظام الوطني أو المحاكم الوطنية في بعض الدول لمحاكمة مجرمي الحرب، ليس فقط نتنياهو وجالانت، بل أيضا رئيس هيئة الأركان وقادة الجيش الإسرائيلي، أي سيكون هؤلاء مطلوبون في أغلب دول العالم. أريد أن أقول الأعضاء في محكمة الجنايات الدولية 123 دولة، أي سيحرم هؤلاء من التنقل ومن إقامة علاقات مباشرة مع هذه الدول، وسيلاحقون فيها. لذلك هذا يوم مهم بالنسبة للفلسطينيين، نأمل أن يتم استكماله من المحكمة التمهيدية في محكمة الجنايات الدولية ليصبح أمر اعتقال أو أمر جلب، وبالتالي تبدأ إمكانية محاكمة الإسرائيليين أمام محاكم أولا التحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة على التهم المنسوبة لهم، وهي كثيرة ويمكن أن تزداد أيضا إذا ما قررت محكمة العدل الدولية بأن إسرائيل خرقت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وبالتالي سيكون هناك إمكانية أيضا للتوسع بعد إجراء التحقيقات مع نتنياهو وجالانت، إذا ما تمت التحقيقات معهما في محكمة الجنايات الدولية من قبل المدعي العام، أن تتوسع القائمة الإسرائيلية فيما يتعلق بالمجرمين بناء على التحقيقات التي ستجري، وبناء على الأدلة التي سيقدمها الفلسطينيون وغيرهم. نحن نرى أعداد هائلة من المحامين على المستوى الدولي يجمعون ويقدمون أدلتهم إلى محكمة الجنايات الدولية. لذلك أصبح الضغط هائل على المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي تأخر كثيرا في إصدار طلباته أو طلبه للمحكمة التمهيدية من أجل إصدار أوامر الاعتقال أو الجلب لمجرمي الحرب في الإسرائيليين. دكتور سهير، ليس ببعيد كانت إسرائيل توعدت السلطة الفلسطينية بسبب المحكمة الجنائية، تعتقد أنها اليوم قد تذهب باتجاه اتخاذ إجراءات انتقامية ضد السلطة؟ في اجتماع الكابينت قبل الأخير طرح نتنياهو موضوعين كبيرين. الموضوع الأول الخطر من إمكانية إصدار مثل هذه الأوامر، وبهذا البحث قام بالتهجم على طرفين. الطرف الأول هو الطرف المصري، والذي تحدثوا عنه أنه يعني يساند جنوب أفريقيا بكل ما يتعلق في المحكمة العدل الدولية، وأيضا الطرف الثاني هو السلطة الفلسطينية، وهو بدأ يهدد تهديدات في داخل اجتماع الكابينت، وتم تسريب ذلك لوسائل الإعلام بأنه في حالة الوصول إلى مثل هذه القرارات فإننا سنسعى لتقويض السلطة الفلسطينية ومنعها من التحرك وتجفيف كل موارد
اللي من الممكن أن تحيي السلطة الفلسطينية. سموتريتش ذهب أبعد من ذلك، دعا إلى أن تبادر إسرائيل مباشرة لإنهاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن إسرائيل ليس فقط أقامت مجموعة من أجل مجابهة هذا القرار لمحكمة الجنايات الدولية، وإنما أعلنت رسمياً أنها تفتح جبهة جديدة سادسة واسمها مواجهة المؤسسات الدولية ومحاكم الدولية التي تلاحق بين قوسين إسرائيل كما يدعون. فلذلك برأيي أن السلطة الفلسطينية منذ فترة طويلة يهاجمها نتنياهو، ولكن أيضا جانتس بخطابه الأخير أيضا تطرق إلى ذلك. كل الحديث أننا لا نريد لا حمستان ولا فتحستان ولا لا نريد حماس أو عباس، هم لا يريدون أي شيء يقدم القضية الفلسطينية، لا يريدون أي طرف يقوم بالقول الحقيقة، طرف من الحقيقة بأن إسرائيل متهمة بجرائم حرب. والآن يعود المجتمع الدولي لبحث الجذور، والجذور هي ما كانت في نكبة 48، والحديث يجري اليوم على مجمل ما جرى في هذه البلاد خلال 76 عام. لذلك أقول باختصار أن أنا لا أضع وزنا كبيرا لقضية يعني إدخال قيادات من حماس إلى مثل هذا القرار، هذا غير متوازن وغير صحيح، والبيانات التي صدرت بهذا الأمر هي يعني صحيح أنها غير متوازنة. ولكن الشيء الجديد هو إدانة نتنياهو وجالانت، هذا لم يكن خلال 76 عام الماضية، خلال كل الفترة الماضية كان إدانات للجميع، من منظمة التحرير الفلسطيني لا الفصائل الفلسطينية، وودعوا على لوائح الاتهام وآخرين في العالم. لنذكر مانديلا وضع على لائحة الإرهابيين عشرات السنوات، وبالنهاية اضطروا أن يستقبلوه استقبال رؤساء الدول في جميع الأماكن في العالم وبما في ذلك العالم الغربي. لذلك أنا لا أضع يعني وزنا كبيرا للإضافات، صحيح يجب أن تناقش وأن تضع كل الحقائق لضحض إدخال المساواة بين الضحية والجلاد، ولكن الجديد والملفت والغير مسبوق هو إدانة الجلاد نتنياهو وجالانت. أنا أشكرك من الناصرة المختص في الشأن الإسرائيلي الدكتور سهيل الدياب، أشكر كذلك ضيفي من القدس أستاذ القانون الدولي الدكتور منير سيبه، وضيفي من رام الله المحلل.